سألتك عن ايه يا مروان؟ المرض الانتكاس يا دكتور. افتكر قلت انك مهندس. في حالات وصلت للاكتئاب، وفي حالات عانت من اضطرابات ومشاكل في النوم، وكان الاصعب انه يحصل مشكلة في الذاكرة والتفكير، وساعتها بيحصل تغيير في الشخصية نفسها الى حد كبير. لو المريض عنده حساسية من مكون واحد من مكونات الدواء ما نستبعدش حدوث كارثة. انا حاسس اني متطفل. لا ابدا، اتمنى تلاقي اللي بتدور عليه. الغيبوبة المرة دي طولت عن كل مرة، يبقى روح اكشف، كفاياك اهمال. بقالي قد ايه؟ 9 ساعات. الحوط طوله 13 متر، المفروض انه تم انتشاله بمعرفة وحدة الانقاذ النهري، وتم تسليمه لمسؤول المعهد القومي لعلوم البحار، وده علشان يتم اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الحوت. بقى في حوت يسيب الأطلنطي ويجي مصر؟ غبي أو حظ وحش. شكلك رايق النهاردة. بيتهيألك. تفتكر هو جاي هنا ليه؟ مش عايز أكون ضيف رخم، بس وهو عارف منين إنها بترسم؟ كنت بتحبها؟ ينفع ما جاوبش؟ تخميني صح يا باشمهندس، انت حقيقي فنان. من اول يوم انت مفضوح، ومع كل زيارة تافة كنت بتيجي هنا البيت كنت ببقى عارف انت جاي ليه. باختصار، كمال اغرب حد ممكن تتعامل معاه في حياتك. أستاذ كمال، أنا خايفة قوي. سفرية أسوان كانت النهاية بالنسبة لي. ما أعتقدش كلام حضرتك الجميل ده هيرجع حاجة مع الأسف. الخذلان هو أن تخذلك أقدامك في وقت احتجت فيه للوقوف بمفردك.